السلام عليكم. فيديو جديد، ريفيو جديدة، ولكن ماشي سمارت فون. اليوم معايا واحد الجادجيت اللي مأكد غادي يعجب واحد الفئة كبيرة من الناس. إلا لاحظتوا مؤخرا على القناة وعلى الصفحة، ما بقيتش كنجيب غير لي سمارت فون بوحدهم كما كنا في الأول. وليت كنحاول ننوع، نجيب لي سمارت فون، لي جادجيت. فين ما لقيتي حاجة اللي كتستحق أنني نشاركها معكم، واللي التجربة ديالها بعد ما كنجربها كتكون زوينة، كنبارطاجيها معكم. اليوم معايا واحد الجادجيت اللي زوين صراحة، واللي مأكد غادي يعجب واحد الفئة كبيرة منكم، واللي هو عبارة على قنبلة صوتية. هذا سبيكر من إيبوغا اللي صدمتني التجربة ديالو من بعد ما جربته. صراحة تصدمت فيه، لأن السبيكر هذا فاش كتشوفه وتشوف الحجم ديالو ماشي بحال منين تشدو في يديك وتيستيه. هادشي اللي غنشارك معكم في هذا الفيديو. رجعت لكم من جديد. هذا سبيكر مكبر صوت من إيبوغا. هاد السبيكر هذا الا شفتوه من بعيد، الا شفتوه محطوط، غادي تحقروا، غادي تخيلوا شي حاجه اللي بسيطه، ولكن كي غادي تشدوا في يديك، كي غادي تهزوا وتكتشف الوزن ديالو والملمس ديالو والمواد باش مصنع، غادي يبان لك باللي راه يعني ممكن يكون شي حاجه اللي واعره. هادشي قبل ما تسمع الصوت ديالو. هاد السبيكر بعدا مصنوع بمواد صنع اللي ممتازين، يعني ملي كتشدوا بيديك كتحس بيه باللي مخدوم مزيان. ابار هادشي عندك الوزن ديالو ثقيل، الوزن ديالو بالمقارنه مع الحجم ديالو، الوزن ديالو ثقيل. فاش غتشدو في يديك غتحس بيه باللي ثقيل بزاف. تقريبا راه كيف الحجم ديالو صغير، ولكن راه تقريبا فيه شي 200 غرام، فيه اكثر 180 غرام، شي 182 غرام بحال هكاك. هاد السبيكر كيجي معاه في العلبه ديالو كوفر ديالو، بوشيت اللي تقدر تحطو فيها، واللي كتكالي عليه في حاله طاح ليك ولا شي حاجه، لان الجوده التصنيع ديالها حتى هي ممتازه. الا طاح لك من شي بلاصه اللي ما عليهش بزاف من طبيعه الحال، فغادي تكالي لك على السبيكر، يعني ما يتهرس ولا يوقع عليه والو. بالاضافه هذا البوشيت هذه غادي تنفعك في الهزان ديال هذا السبيكر هذا، ديال هذا المكبر. بحال تبغي تعلقو غير في الجيب ديالك، فغادي تعلقو في الجيب ديالك، وتقدر تمزك وانت معلقو في الجيب ديالك بلا ما تحتاج تشدو بيديك. هذا السبيكر بعدا الا فكرت انك تاخذو، الا عجبك وفكرت انك تاخذو، نخلي لك النمره ديال الدري صاحبي كما هي العاده، متوفر عنده، يصيفطو لك فين ما كنت في المغرب. المكبر صوت من طبيعه الحال كيتكونيكتا مع الهاتف عن طريق البلوتوث. سرعه الاتصال ديالو بالهاتف سريعه، من بعد ما تكونيكتي اول مره فغادي تجيك سريعه، بعد ما تشعلو من هذه البطونه الصغيره اللي عندك هنايا، اللي كتقدر انك تشعلو منها، واللي تقدر انك تبقى تمرر منها الموسيقى، دوز من وحده لاخرى، ولا دير بوز، ولا تعاود تطلق الموسيقى من هذا البوطون الصغير. عندك هنا في القلب النابض ديالو واحد البوطون اخر اللي تقدر انك بعد ما تورك عليه غادي يطفى. بالنسبه للمسافه اللي يقدر يبعد بها على التليفون اللي مكونيكتي معاه ويبقى خدام، تقدر توصل حتى ل 20 متر. من طبيعه الحال هذه كتعلق حتى بنوع الهاتف اللي عندك، يعني نوع البلوتوث اللي عندك في الهاتف، كلما كانت احدث كلما كانت المسافه اطول. بالنسبه لجوده الصوت، واللي هي اهم حاجه في هذا السبيكر هذا، جوده الصوت في هذا السبيكر في هذا المكبر ديال الصوت ممتازه، بالمقارنه مع الحجم ديال هذا السبيكر هذا، وبالمقارنه مع الثمن ديالو، فغادي يعطيك واحد التجربه صوتيه اللي خطيره بزاف، اللي ممتازه صراحه. مستوى ديال الصوت او الفوليوم حتى هو مجهد فيه، مجهد للدرجه اللي كبيره بالمقارنه من طبيعه الحال مع الحجم ديالو والثمن ديالو، لانك ما تقدرش تقارنه مع مكبرات صوت اللي الحجم ديالهم كبير، لان كما كنعرفوا كلما كان مكبر الصوت الحجم ديالو كبير كلما كان الفوليوم والمستوى ديال الصوت فيه مجهد. خاصيه اخرى اللي زوينه في هذا السبيكر في هذا مكبر الصوت، واللي كنظن بزاف منكم غتعجبوا، هذا السبيكر هذا ضد الماء، يعني تقدر انك تخدمه تحت الماء واخا ما غادي تسمع والو، لان الماء غادي يكتم الصوت، ولكن الا وصلوا لك الماء وانت كتصنت او لديته معك للبحر فما تخاف عليه والو، تقدر تصنت ليه ويوصلوا الماء وديروا حتى وسط الماء ما عندكش اشكال. البطاريه او الباتري في هذا السبيكر كتجينا بسعه ديال 700 ملي امبير، كتبقى الحجم ديالها او السعه ديالها مزيانه بالمقارنه مع الحجم ديال السبيكر. باش نقول لك شحال ديال الوقت غادي يديك في الاستماع، صراحه ما نقدرش لانني ما خدمتش به يعني وقت اللي طويل، حتى خوام شارج من اللي جاني هذه اكثر من سيمانه هو عندي هنا، ولكن كنخدم به غير مره مازال ما شارجيتوش، لانني انا من النوع اللي ما كيستخدمش السبيكر، يعني غير كنتيستيه باش نشارك معكم التجربه ديالو. وبالنسبه للثمن ديال هذا المكبر صوت فهو 300 درهم. هادشي اللي كاين في هذا الفيديو، نتمنى تكونوا استفدتوا من المراجعه. كنعتذر الا كان شويه الصداع في الفيديو، لان كاين بعض الاشغال قراب للدار، فكنعتذر. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله، في امان الله.